خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. فنواصل في قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية طلب الإنسان من ذوي العلم ومن علماء الشريعة الوصية، فإن هذا الرجل قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني. وقد ورد طلب الوصية من عدد من الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم وصية، فدل على مشروعية ذلك واستحبابه والترغيب فيه. وفي الحديث من الفوائد أن الوصية ينبغي أن تكون موجزة لتكون محفوظة معلومة قليلة اللفظ، حتى يتمكن الموصى من الإحاطة بها والعمل بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: لا تغضب، كلمة واحدة اكتفى بها. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الموصي والعالم ينبغي به أن يبحث عما يناسب الموصى له، فيبحث عما يناسبه من الوصايا. وفي الحديث أيضا أنه لا ينبغي بالإنسان أن يتقال لفظ الوصية ولو كانت قليلة اللفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هنا: لا تغضب، جاء في بعض الألفاظ أنه سأله مرة أخرى فقال: أوصني. فردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نفس الوصية: لا تغضب. والوصية بعدم الغضب وصية عظيمة النفع كبيرة الأثر، لأن الغاضب قد يتصرف بتصرفات مما يسخط الله جل وعلا، ومما يكون سببا للفرقة بين الناس، ومما يكون سببا لسوء العاقبة. ولذلك حرص الشرع على الأمر بترك الغضب. وقوله هنا: لا تغضب، الغضب صفة للنفس تأتي إلى النفس بدون أن يكون للعبد فيها اختيار. ولذلك اختلف أهل العلم في تفسير مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هاهنا: لا تغضب. فقال طائفة: المراد بهذا اللفظ أن يستمر الإنسان على الأخلاق الفاضلة والأقوال الطيبة لتكون جبلة له، ومن ثم يكون الهدوء والسكينة من أخلاقه، فبالتالي لا يكون الغضب من أخلاقه. وقال آخرون: بل المراد بهذا الحديث أن يجتنب الإنسان أسباب الغضب، فكل أمر يؤدي بك إلى الغضب فاجتنبه. وقال آخرون: بل المراد أنه إذا وقع الغضب عند إنسان فإنه يسارع إلى فعل الأسباب التي تؤدي إلى زوال غضبه. وقال آخرون: بل المراد بالحديث أن العبد متى ما حصل عنده الغضب فإنه يجب عليه أن يمسك نفسه، فلا يفعل الآثار التي يؤدي إليها الغضب، ولا يمتنع أن يكون المراد الجميع، بحيث أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تغضب،
أي اجعلوا الهدوء والسكينة والطمأنينة خلقا لكم، وكذلك اجتنبوا الأسباب التي تؤدي إلى وجود الغضب لديكم، وكذلك إذا وجد عندكم الغضب فلا تتصرفوا التصرفات التي تندمون عليها ولا تكون حسنة العاقبة، وكذلك إذا وجد عندكم الغضب فسارعوا إلى معالجته بفعل الأسباب التي تزيله. فهذا كله مراد بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر مع وجازة اللفظ في قوله لا تغضب إلا أنه كان مشتملا على معان كثيرة. وسبب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بعدم الغضب قيل هي وصية عامة، ليس هذا الرجل مقصودا لذاته، وقال آخرون بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من هذا الرجل أنه يتصف بصفة الغضب ولذلك نهاه عن الغضب فقال له لا تغضب. وسبب نهي الشرع عن الغضب أنه يترتب عليه مفاسد كثيرة، فإنه يذهب العقل ويكون مؤثرا على الصحة، ويجعل الإنسان يتصرف تصرفات غير مقبولة لا عقلا ولا ديانة، وينشأ عنه أقوال غير مرضية وأفعال غير مقبولة وأخلاق سيئة، ويترتب عليه أن يحقد الإنسان على الآخرين وأن يكون حاسدا لهم، ويسبب العداوة بين الناس، ويجعل الناس يحاول بعضهم الانتقام من بعض لوجود هذه الصفة صفة الغضب. وعلى كل الغضب يجعل الإنسان يخرج عن طوره وطبيعته، الغضب يجعل الإنسان لا يعدل لا في مقاله ولا في أفعاله. جاءت الشريعة بعدد من الوسائل التي يزيل المرء بها الغضب ويخفف من آثاره، فمن ذلك أن الشريعة أمرت بحسن الخلق، لأن الناس متى تعاملوا بحسن الخلق لم يغضب بعضهم من بعض، وأمرت الشريعة بإحسان القول، لأن الناس متى تكلم بعضهم مع بعض بقول حسن لم يغضب بعضهم من بعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وقال الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومما جاءت الشريعة به في ذلك الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، فقد ورد في الحديث أن رجلا تخاصم مع آخر حتى انتفخت أوداجه وكان منه وكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي حتى أصبحت عيناه كالجمرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب رجل إلى ذلك الغاضب فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا وكذا، فقال ليس بي جنون، فانظروا من غضبه قال هذه المقالة، كيف لم يتعوذ من الشيطان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشده إلى ذلك ما هو إلا من غضبه. ومما جاءت به الشريعة أيضا الأمر بالوضوء، فإذا غضب غاضب شرع له أن يتوضأ، فقد ورد الأمر للغاضب بالوضوء، وعلل ذلك بأن الغضب جمرة من نار ومن تسلط الشياطين التي هي من نار، فشرع للعبد أن يتوضأ ليطفئ تلك الجمرة. ومما جاء به الشرع في ذلك أن تغيير الإنسان لهيئته، فإن كان واقفا جلس وإن كان جالسا اضطجع ونحو ذلك،
ليتغير حاله فيؤدي به ذلك إلى أن يتغير فكره. ومما جاءت به الشريعة في ذلك انتقال الإنسان عن المكان الذي غضب فيه. فإذا غضبت مع شخص وكان بينك وبينه مقالة فحينئذ اتركه وانتقل إلى مكان آخر. إذا تقرر هذا فإن هناك أنواع من الغضب غير مذمومة في الشرع، بل هي مأمور بها شرعا، وهو الغضب عند انتهاك حرمات الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله ولا ينتقم إلا عند ذلك. وإذا غضب الإنسان حسن به ألا يفعل ما يمليه عليه غضبه، وعليه أن يمسك نفسه، فإن ذلك من أفضل الأعمال، كما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. فكظم الغيظ من أسباب دخول الجنة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة فخيره من الحور العين ما شاء، كما روى ذلك أهل السنن وأحمد في المسند. والنصوص في كظم الغيظ كثيرة عديدة، فهو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها لله جل وعلا. إذا تقرر هذا فإن من أسباب درء الغضب أن يعلم الإنسان أن جميع الأمور مقدرة من الله جل وعلا، وأنه لا مناص عنها، وأن ما قدر الله فلا بد أن يقع مهما فعل الناس ومهما حاولوا درء ذلك الذي قدر. فإذا علمت أن ما وقع في الكون هو بتقدير رب العزة والجلال، وأنه لا مناص عنه البتة، وأنك مهما فعلت فإنك لن تتمكن من إزالة ما قدر الله جل وعلا عليك، فحينئذ ترضى بقضاء الله وتسلم له وتفعل الأسباب المؤدية إلى إزالة ذلك، إلى إزالة ذلك المقدور غير المرضي عنه وإزالة آثاره. ومما يعين العبد أيضا على معالجة الغضب أن يدرب المرء نفسه على الصبر، فيصبر على أذية الخلق ويصبر على خطأ الآخرين عليه ويحتسب الأجر في ذلك. فإن الصبر من أعظم الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء خيرا وأوفى من الصبر. ومما ينبغي بالإنسان أن يعالج نفسه عليه لمداراة الغضب أن يعلم بأن الله جل وعلا سيحاسبه على مقاله وعلى أفعاله، سواء كان في حال الغضب أو حال الرضا. ولذلك عليه ألا يفعل معصية ولا محرما في حال غضبه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فسأل الله في الحالين أن يكون على الحق وألا يتكلم بكلمة على خلاف الحق. ومما يتعلق بالغضب أيضا أن العبد إذا عالج نفسه وبدأ يصبر نفسه وبدأ يكظم غيظه، فإنه حينئذ
سيكون ذلك سجية له وطبعا. فتكلف الأمر في الأول ثم يؤتيكه الله جل وعلا في آخر الأمر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو أثنى على من كان يمسك نفسه عند الغضب، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالشديد في السرعة، إنما الشديد من يمسك نفسه عند الغضب. نعم. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. شداد بن أوس الأنصاري من الخزرج من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى أحاديث ليست بالكثيرة، منها حديث في البخاري وهذا حديث في مسلم. وقد توفي رحمه الله بعد 50 للهجرة ببيت المقدس. قوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الأصل فيها أن يراد بها الفرض والإيجاب، كما قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا لازما يجب أن يؤدى في وقت بعينه. ويدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم الصيام. وهذا هو الأصل. وقد يراد بها الجعل والوضع، فيشمل الندب ويشمل الواجب. وقد اختلف أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا كتب، هل المراد بها الإيجاب أو المراد بها الندب؟ وذلك أن الإحسان والمراد به أن يؤدي الإنسان على أكمل الوجوه منه ما هو مندوب، فكيف يقال كتب الإحسان على كل شيء؟ فقال من فسر كتب بالإيجاب بأن المراد هنا وضع شيء من الإحسان في كل أمر من الأمور، فيجب أن يكون منك إحسان في جميع الأمور، وإن لم يكن الإحسان واجبا كله في جميع الأمر. وهذا القول أظهر، لأن الأصل في كتب أن تحمل على الوجوب، فلا تصرف عن الوجوب إلا بدليل. وقوله هنا الإحسان يشمل أداء العمل على أكمل الوجوه، فيشمل حينئذ الإحسان في معاملة الخلق بأن يحسن العبد مع الناس التعامل والخلق، يتقرب بذلك لله، وخصوصا من كان بينه وبينه صلة، فيحسن للوالدين ويحسن لذي القربى ويحسن للزوجة ويحسن للأبناء ويحسن للإخوة والأخوات ويحسن لسائر القرابة ويحسن للجيران ويحسن للضيف ويحسن للضعيف ويحسن للمسكين ويحسن لليتيم إلى غير ذلك، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، يعني أيضا عاملوا ذي القربى بالإحسان، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
والإحسان أيضا يشمل الإحسان في عبادة الخالق بأن يؤدي الإنسان العبادات الشرعية على أكمل الوجوه وأتمها. ففي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما ورد ذلك في الصحيح. وقوله على كل شيء إما أن يراد أن الإحسان واجب على كل أحد، فقوله على كل شيء يراد به فاعل الإحسان، وإما أن يراد على كل شيء أي في كل أمر يتعامل فيه الإنسان، وهذا القول أظهر، وإطلاق على في معهود في الشرع. قوله هنا فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، الفاء هنا للتفريع، فكأنه فرع على الأمر الأول بأنه إذا كان الإحسان مكتوبا في كل شيء فحتى في القتلة ينبغي أن يحسن العبد فيها، ولو كان القتل لتشفية ما في النفس وإذهاب الغيظ، ومع ذلك شرع أن يكون ذلك على جهة الإحسان. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد عن التمثيل بالقتلى، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن لا يقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا راهبا ولا من لا يقاتل، وذلك لأن مراد الشرع بالجهاد والقتال ليس الانتقام، وإنما المراد به إظهار الإيمان وجعل الناس لا يمنعهم مانع متى أرادوا أن يدخلوا في دين الإسلام. ومن هنا نعلم أن الشريعة لا تعادي أحدا لعينه، وإنما مراد الشرع إظهار كلمة الله جل وعلا، فمن وقف في وجهها شرع أن يعامل بما يناسب حاله، فمتى تبدلت أموره وأصبح ممن لا يعارض نشر دين الله تبدل حكمه ولم يصبح على الحال الأول. وقوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة استدل به الإمام أبو حنيفة على أن القصاص إنما يكون بالسيف وحده، لأن القتل بالسيف فيه إحسان وفيه إسراع بإزهاق الروح، وذلك أن الله تعالى قال فضرب الرقاب، وما ذاك إلا لأن القتل بالسيف أسرع في كونه يزهق الروح. وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم إلى أن القصاص يكون على وفق ما قتل به القاتل، فمن قتل بوسيلة قتل بمثلها. واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها رض رأسها بين حجرين، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به كما فعل. والأولون قالوا بأن هذا له سبب خاص، وهو أن اليهودي لم يقتلها لذاتها، فهذا قتل غيلة، ولذلك لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولياء الدم في المطالبة باستيفاء القصاص، لأنه لم يقتلها لذاتها، وإنما قتلها جريمة عامة، فلو قابله أي أحد لقتله لأنه يريد المال. وعلى كل فالخلاف في هذه المسألة هل القصاص بالسيف وحده أو القصاص يكون بمثل ما قتل به القاتل، هذا مرجعه إلى القاضي وإلى الإمام ونوابه في التنفيذ،
فإذا اجتهدوا ورأوا باجتهادهم أن أحد هذين القولين أرجح وأمضى ويكون محققا لمقاصد الشرع عملوا به. قوله هنا: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أمر بإحسان الذبح، فإذا أخذ الإنسان بهيمة وأراد أن يذبحها فلا بد أن يحسن الذبح. ومن إحسان الذبح ألا يري البهيمة أختها عندما تذبح، وإنما يواري بالبهيمة التي تذبح، لئلا يكون ذلك مؤثرا في نفسها. فانظروا كيف راعى الشرع ما في قلوب البهائم رأفة بها. والشريعة تأمر بالرحمة بالبهائم، وتعد ذلك من الأعمال الصالحة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من رحم العصافير فإن الله يرحمه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جملا قد أجاعه أهله قال: اتقوا الله في هذه البهائم، قال: اتقوا الله في هذه البهائم، وبين أن من رحمها رحمه الله جل وعلا. ومما جاءت الشريعة به في إحسان الذبح ألا يجر الإنسان البهيمة برجلها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جر الشاة بساقها، وأمر بأخذ الشاة من عنقها كما ورد ذلك في الحديث. ومما جاءت به الشريعة في ذلك أن يحد الإنسان سكينته التي يذبح بها، ليكون ذلك أمضى وليكون ذلك أسرع في إزهاق الروح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته. وإحداد الشفرة يكون بضربها ودقها وسنها وعرضها لحديد آخر لتكون دقيقة جدا، بحيث تكون ماضية في الذبحة. وقوله هنا شفرته أي السكين التي يذبح بها. قوله وليرح ذبيحته يعني ليفعل الأسباب المؤدية إلى راحة الذبيحة عند ذبحها، فلا يفعل بها ما يؤذيها أو ما يكون سببا من أسباب تعذيبها. ومن ذلك أن يكون الذابح متعلما للذبح، عارفا بطريقة الذبح. ومن ذلك أيضا أن يقوم بالإسراع بذبحها، فيقطع أوداجها وحلقها ومريئها بسرعة حتى ترتاح، ولا يعجل بكسر عظمها حتى يتأكد من كونها قد ذبحت. ومما جاء عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الترغيب فيه بالنسبة للذبيحة إمساك أجزائها عند ذبحها، لئلا تضطرب حال الذبح فيؤثر ذلك عليها أو تتأذى منه. ومما جاءت الشريعة أيضا به في هذا الباب أن نهت عن جعل ذوات الأرواح غرضا للرمي في المسابقات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يعني للرمي. وما جاءت به الشريعة في إحسان التعامل مع البهائم كثير، وما أوردناه نماذج. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح شأننا كله، واجعلنا ممن أحسن في تعامله في مع خلقك، وأحسن في عبادته لربه،
اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله، اللهم وبارك لنا في شأننا كله، اللهم اجعلنا موفقين أينما كنا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المتقين وأوليائك المفلحين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح ولاة أمورنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.